بالنسبة للبوتوكس، البوتوكس إذا بدنا نستخدمه في هذه المنطقة، منطقة الفك، له وظيفتين. الناس اللي عندهم ما يسمى الدزاز التريسموس، وهي حالة بتعمل لي تشنج في عضلات الفك، أوكي، وبتسوي قد تنتج عن سوء الإطباق أو ما شابه ذلك، وبالتالي رح تخليني أنا ما أكل مظبوط، حس بألم، ممكن تأثر كل المفصل، أو يكون هذه الحالة بسبب مشكلة بالمفصل الفكي الصدغي. فنستخدم بوتوكس، كمان نستخدم البوتوكس بهذه المنطقة كمان لفيمينايز، لنخفف من قوة العضلات الموجودة هون، خصوصا عند النساء. في ناس بتحب تعمل تكساس، ولكن حتى التكساس لما تعملوا هذه الشغلة بتشوفوا العضلة برزت. فمنحط هون بوتوكس هون لتخفيف قوة العضلة، ولكن بدنا نحقنه كمان بحذر، هدول الاستطبابين لنحقن البوتوكس. أنا بستخدم نوع واحد من البوتوكس، هدول الاستطبابين لنخلي هذه المنطقة ترتاح، سواء ألم أو تشنج، أو إذا كان عندي شكل العضلة أعطي شكل رجولي، فنحن نعمل feminizing of the face.